بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الحليب المكثف المحلى في البيت وبدون إضافات وبدون مواد حافظة وبأسهل الطرق وأقل الإمكانيات، وانتي احكمي في الآخر عن النتيجة. مشاهدة ممتعة إن شاء الله. يلا بينا كده على المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله مقاديره سهله وبسيطه وموجوده عندنا في البيت، كل حاجه قد بعضيها. الكوبايه اللي هتستعمليها تستعمليها كلها في كل عياراتك. هنحتاج 3 مقادير والرابع الزبده. هناخد كوبايه حليب بودر، كوبايه سكر مطحون، كوبايه ماء مغليه، معلقتين زبده جيده النوع او زبده كويسه يعني عشان ريحتها تبقى حلوه في الحليب. هنشتغل كله، هنحط المقادير كلها على بعض ونضربها كويس بالخلاط، بالمضرب اليدوي، بالمضرب السلك. المهم تخدميها كويس في انك تضربيها كويس مع بعضيها، كل ما هتضربيها هتاخدي منه نتيجة احسن، ودي اسهل طريقة واسرع طريقة كمان، مش بس اسهل طريقة. هحط كل العيارات على بعضيها وهضربها كويس. السكر، الحليب، المية المغلية كله قد بعض، ومعلقتين زبدة نوع كويس. انا هضربها بالمضرب اليدوي بسرعة. خلينا نخلص، عندك خلاط اضربيها بالخلاط هتاخدي نتيجة افضل. انا هنا عشان اسهل عليك بسرعة قدامك، هضرب بالمضرب اليدوي بسرعة. تحطيهم كلهم مع بعض في الدرق بتاع الخلاط وتضربيهم هتاخدي نتيجة افضل. هنزل الحواف والجناب وكمان هضرب تاني شوية. كل ما تضربيها تاخدي منه سماكة اكتر. هيدخل استعمالاته في حاجات كتير معانا في الحلويات ان شاء الله، من اهمها طبعا الايس كريم، وداخل علينا الصيف هتبقى الحاجات المتلجة حاجات حلوة كتير هنحتاج فيها الحليب المكثف المحلى، وطبعا سعره غالي فاحنا هنعمله في البيت عشان نوفر ان شاء الله. هضربه كويس كده مش اقل من ربع ساعة على الاقل، هتاخدي منه نتيجة افضل ان شاء الله. كل ما هيبرد لانه هو كده المية مغلية وسخنة هتاخدي منه برضو نتيجة افضل، وهوريك الفرق دلوقتي. طبعا مش بس استعمالاته هتبقى في رمضان، احنا بنعمله استعدادا ان شاء الله لاستعمالات رمضان، لكن طبعا اكيد هتستعمليه في حاجات كتير مش بس في رمضان. يعني دي الطريقة السهلة للحليب المكثف المحلى، وفي طريقة تانية بنحطه على النار لمدة ساعتين ان شاء الله هنعمله مع بعض برضو بإذن الله. شوفي لسه القوام بتاعه سايل شوية عشان لسه سخن، هنا بدأ يبرد شوية تخن شوية، وكمان شوية هوريهولك وهو ان شاء الله متماسك اكتر. بصي طبعا فرق شاسع من اللي انت بتجيبيه من بره، اللي عاملاه في البيت طبعا هيكون احلى، شغل ايدك، ثاني ما فيهوش مواد حافظة
وبيقعد عندك وبيوفر لك. شوف الكمية اللي احنا عملناها قد ايه، دي تجيبيها من بره بكام. انا بفضيه بعد كده في علبة ومقفولة محكمة وبشيله في التلاجة من تحت، بيقعد شهر. تحطيه في الفريزر وتطلعيه بعدين تستعمليه عادي، ما فيش مشكلة، ما بيجرالوش حاجة، يفك وتستعمليه على طول بإذن الله. واحنا اتفقنا المطبخ ما فيهوش مستحيل. بصي كده بعد ما برد القوام بتاعه بقى ايه، انتي حكمي بقى على النتيجة، ايه رأيك؟ في منتهى الجمال. ما شاء الله. أحلى حليب مكثف محلى هتعمليه، وأسهل طريقة. بصي القوام بتاعه حلو ازاي، بصي بألف هنا وشفا. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله. الحليب المكثف المحلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.